صارخي صراحة، هذا الإنجاز الصارخي اللي احنا كنعتزوا به كمغاربة، واللي خلونا نشوفوا أي حاجة نقدروا نديروها احنا كمغاربة، حتى حاجة ما بقات عندنا مستحيلة. كيفاش المنتخب الوطني يقدر يخرج الناس كاملين ويعطيهم واحد الفرحة كشاب مغربي أنه يفرح ويخرج بواحد الفرحة اللي هي هيستيريا، صراحة عطتنا واحد الحافز قوي وخلاتنا احنا كلاعبة المنتخب الوطني أننا نفكروا أن أي حاجة نقدروا نديروها كيف ما بغى يكون المنتخب اللي غادي لابد. بالنسبة لي أنا ملي كتكون الفرقة كعائلة فهذا كيعطيها واحد الحافز اللي هو كبير وواحد الدفعة اللي هي قوية باش أنها تبان في واحد الصورة اللي هي مختلفة ومختلفة بزاف، وهذا الشيء اللي عاوننا حنايا كلاعبات باش أننا نقدروا نوصلوا للويتيام فينال. فأننا كنا عائلة وحدة، كانت عندنا واحد الفكرة كاملة أننا ما باغيش نرجعوا للمغرب وراسنا محنين، بغينا نرجعوا وأننا راجعين ومشرفين بلادنا والناس فرحانين بينا. هذا الشيء علاش تأثر لنا أننا نلعبوا المباراة الثانية والثالثة بواحد العزيمة اللي هي قوية بزاف. كما كنشوفوا أن كرة القدم النسوية الآن تطور سنة.